غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجهاً إلى مدينة سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذاً في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي.